قادتنا الجولة الآن إلى قرى عين الحصان، وللإشراف والمتابعة على مشاريع التطوير الريفي للطريق الرابط بين الشارع العام موصل سنجار إلى قرى عين الحصان الشمالية والوسطى والجنوبية. هذا الطريق يبلغ طوله 6 كيلومتر من المشاريع المدرجة في خطة إعادة الاستقرار 20. وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى أكثر من 60%، والإنجاز المخطط هي 40%. هذا المشروع من المشاريع المهمة جدا، حيث سيكون اللبنة الأولى للاستمرار في إكمال المراحل الثانية والثالثة وربط هذا الطريق مع ناحية القيروان، حيث سيختصر هذا الطريق بدلا من كانوا الأهالي يسيرون إلى مسافة 60 كيلومتر، سيختصر هذا الطريق المسافة إلى 23 كيلومتر يصلون إلى ناحية القيروان. نحن شركة أرض ثغلب نقوم بتبليط شوارع قرية عين الحصان، ونسبة الإنجاز العمل تجاوزت 70%، والعمل مستمر وسوف يتم إنجاز العمل في أقرب وقت. مدة العمل شهرين إن شاء الله، أقل من شهرين إن شاء الله يخلص، أقل من شهر. طول الشارع 6 كيلوات. تكون معوقات العمل؟ لا ما أكون معوقات الحمد لله. نشكر الذين قاموا بالتطوير الريفي في هذه المنطقة، حيث كنا نعاني من الطريق السيء اللي ما كان أحد يقدر يمشي فيه، والآن الحمد لله جت أفضل جهود النخبة الطيبة من الكوادر والمحافظ وجميع الذي اشتركوا بهذا المشروع، ونشكر الجميع.